بعدها انتقلت أنا على الجماعي على المزدوجة، انتقل عدنان على منفردي على حيطي، فكنا نحكي مع بعضنا بلغة المورس. هو ما في يحكي صوت، ما في يحكي غير نقر، لكن هو ما كان يقبل أني أنا أحكي بالنقر، كان هو بده يسمع صوتي، فكان يحط إدنه على الحيط وأنا حط تمي على الحيط وسكر بإيدي هيك وأحكي. بهديك الفترة ما خليت السجان يفيقه ولا مرة، كنت فيه أنا الصبح على أول حركة من السجن وركض فيقه، كنت مصرة أنه يحس أنه نحن عم نفيق سوا، وتخيل أنه نحن مالنا بالسجن. هو كان بالمنفرد يطلع على الحمامات، الحمامات كانت بتبين من ثقب الباب تبعنا، فأنا كان عندي، هو كان طلعوا على الحمامات 3 مرات بالنهار، فأنا كان عندي 3 مرات باليوم أنا واقفة على ثقب الباب مشان أتفرج عليه وهو طالع على الحمامات وراجع. هو يعرف أنه أنا عم شوفه، فيعمل لي مثلاً شيء، أي حركة هيك فيها تحية بدون ما ينتبهوا السجاني على الموضوع يعني. كنا نتراسل، كان في التقى حدا ظريف، كنا مسمعين انه حمام الزاجل كان ينقل رسائل بيني وبينه. بعد فتره من وجودي بفرع التحقيق اجى عدنان على فرع التحقيق، فزوروني اياه فرع التحقيق. هو كانت اقامته بفرع التحقيق قصيره، نقلوه بعدها على تدمر، وترك لي ساعته وقت اللي طلع، هاي ساعته ساعتني لابستها، ترك لي ساعته وراح على تدمر. هيك أنا تقريبا من القلة اللي نزاره بفرع فلسطين، بالتالي كنت شوف نوارة، بس كنت شوف نوارة بالزيارات يعني، وهذا إله وجعه الثاني اللي لحاله يعني. يعني واحدة من المرات مثلا كانت الزيارة بمبنى ثاني غير المبنى اللي أنا فيه، فخلصت الزيارة وعم بيرجعوني، ونوارة وبيت جدة طالعين كمان، وأنا حاملة أغراض الزيارة اللي جايتني وراجعة، فنوارة بتصيح من وراي ماما، فأنا حطيت من إيدي وبدي اندار لعندها، بصيح في السجان، والسجان اللي كان جايبني كتير قاسي، شيلي ومشي لا تطلعي لورا. فما قدرت حتى اندار لورا وإلا ماما حبيبي روحي مع التيتا أنا بجي بعدين، ما قدرت حتى أقول هاي الكلمة، شلت وكملت ومشيت ونزلت لتحت عم ببكي. أنا ما كنت الأم الوحيدة، نحن كنا مجموعة من الأمهات، موضوع أولادنا كان كتير ضاغط علينا يعني. وحدة مثلاً 3 سنين ما شافت أولادها أبداً، الثانية دبروا بيت حماها زيارة بالزور، جابوا أولادها 2 وإجوا، بس اللي جايبتهم مرت عمهم، فإنه مرت عمهم ما بيحق لها تزور، فبيطلعوها تزور أولادها 2 اللي هن أطفال، الكبير فيهم قد نوارة والبنت الثانية أصغر، لحالهم على الشبك. كنت حاسة بالذنب تجاه أمي وتجاه بنتي، حاسة أني أنا عذبت